أهلا بكم مشاهدينا الأفاضل إلى عدد جديد من برنامج أسبوع الدولية. في هذا العدد سنناقش قضايا برزت خلال هذا الأسبوع. الجزائر من خلال يعني تمثيل أكبر من خلال إسماع صوت الجزائر خاصة في مجال مكافحة الإرهاب، لأن الجزائر يعني كانت سباقة ومثال يقتدى به في مكافحة الإرهاب والتطرف. على الجزائر أن تغير من طبيعة أهدافها الاستراتيجية التي تعرف مصالحها الاستراتيجية على مستوى العمق الاستراتيجي الذي ننتمي إليه. إذن سوف تشهد الكثير من الاجتماعات المجلس التنفيذي لجامعة الدول العربية الذي يجمع بين وزراء الخارجية العرب، وسوف يتم تحديد أجندة هذه القمة، خاصة أن القضية الفلسطينية وتضررها الأخير بعامل التطبيع بالذهاب كثير من الدول إلى الاعتراف بالكيان الصهيوني وتطبيع العلاقات معه في إطار تجاري واقتصادي. لكل رئيس فرنسي سابق حليفه يعني في الخليج، كان فرانسوا هولاند مع المملكة السعودية، كان نيكولا ساركوزي مع قطر، واليوم إيمانويل ماكرون مع الإمارات. خاصة نلاحظ كذلك بوضوح استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بعد شد وجذب، وقالها في رسالة استقالة في المؤتمر الصحفي أنه طلب منه أن يستقيل قبل زيارة الرئيس الفرنسي. من أسبوع الدولية، شكرا لطيب المتابعة، سلام عليكم.